مهم أني أذكر بأن زميلنا الصحفي ومدير موقع الفجر الإلكترونية سيد وزميل صديق محمد الفراتي تم يعني الاحتفاظ به أوليا وفقا للإرهاب، والفرقة الثانية للحرس الوطني بالعوينة هي المتعهدة بالملف. على كل احنا ثقتنا كبيرة في مهنية هذه الفرقة، وثقتنا أكبر في مهنية زميلنا الصحفي محمد الفراتي. إن شاء الله يكون حرا كما يجب أن تكون الصحافة، ولكن لا خير في إن لم أقولها، ولا خير في نقابة الصحفيين إن لم يسمعوها. نقابة الصحفيين بعد يومين إلى حد الآن لم تصدر ولو بيان مساندة لزميلنا الصحفي. زملائنا الصحفيين في النقابة، إذا كنتم تنتظرون تحليل دم وإلا تحليل بولة عزكم الله وعز الله مشاهدين، نجيبوكم لإثبات وتثبت من دم سي محمد الفراتي وطنيته. هذا الطباطة، هذا التلكة الذي حصل سابقا مع زميلينا صلعتية وعامر عياد ويحصل اليوم مع محمد فراتي، هو اللي يخلي الصور كما ممكن يمروها ما حصل للزملاء الصحفيين والإعلاميين عندما يتم منحهم من تغطية، ما نقولوش احنا برلمان، ولكن من تغطية أي حدث مهما كان يقع في تونس. التلك هذا هو اللي جرى عليكم السلطة، وسيحصل فينا وفيكم أكثر، ولن تجدوا بواكية لكم للأسف الشديد. واصلوا التلك، أزنوها يمين ويسار وخمر وثبتوا في الدم تاعه وشنو نوعيته، باش تصدروا بيان لصحفي منذ أكثر من 23 سنة، صحفي محترف خريج معهد الصحافة ومدير جريدة الفجر وعضو يعني هيئة أو جمعية مديري الصحف، وما زلت تلكوا زملاء الصحفيين في التعبير عن المساندة. واصلوا يعطيكم الصحة.